أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برامجكم رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب العديد من الوجوه الناجحة داخل دولة الإمارات، واليوم بيكون معنا مؤسس شركة ساوند بوكس بهداد. هلا فيك. أهلا. ممكن تحدثنا عن بداياتك قبل لا تفكر في أنك تفتح مشروع، يعني المشروع اللي أنت فيه الحين؟ من صغري أنا كنت أبدأ في مشروع كبزنس، بس يوم تخرجت من الجامعة بدأت في المشروع ويا ولد خالي، وبدأنا في المشروع كهواية. يعني الحين بلشت يعني شوي تكبر المشروع. طبعا المشروع انت توك فاتحه صح؟ توك بادي من اقل من سنة، يعني باقي ما كملت سنة في المشروع؟ لا. انت شنو التخصص اللي كان عندك قبل؟ شنو تخصصت؟ انا تخرجت من جامعة خليفة وتخصصت في جيوفيزياء البترولية، و في نفس الوقت يوم كنت ادرس بعد كنت ابغى افتح مشروع. يعني انت لما كنت تدرس في المجال هذا كنت ناوي تتخرج وتتخصص في نفس مجالك، ولا شلون جاتك الفكره انك مره واحده يعني ما تتخصص في مجالك وتفتح يعني شيء جديد؟ لا، كنت ابغى اكمل. اوكي. اكمل يمكن اكمل الدراسه او اشتغل في نفس التخصص اللي انت فيه. اوكي. بس فتحت هالمشروع كيف اقول سايد بزنس. اوكي. طيب بهداد، حدثنا عن المشروع هذا اللي عندك. مشروعنا ساوند بوكس لتأجير السماعات، مناسبة حق جميع الحفلات مهما يكون صغيرة ولا كبيرة. اوكي. يكون عرس او يكون ايفنتس، وعندنا مايكات بعد وليتات. فمناسبة لجميع الحفلات، يعني الأعراس، الإيفنتات، أي شيء مختص محتاج لسماعة ومحتاج لموسيقى أنت تكلفه بسيارة. طيب السماعات هذه من وين تجيبوها؟ نجيبهم دايركت من السبلاير، لأن أسعارهم بيكون أقل عن المحل. إذا نشتري أي شيء من المحل السعر بيكون وايد مرتفع. نعم. بالأخير أنتم ما راح تستفادوا شيء. نعم. أوكي. وما نشتري سماعة وسماعتين، نشتري وايد، فأحسن يعني بسعر الجملة. إيه نعم. أوكي تمام. طيب خلاص الحين بننتقل لتقرير مع شريكك أريان بدر. أوكي. هو بيحدثنا أكثر عن كل شيء والتفاصيل. Good afternoon. My name is Aryan Bedr and I'm the partner of Soundbox. So right now I just want to show you some displays that we have right here. As you can see, we have the Behringer, which is a German brand, 550 watt speaker. As you can go closer to here, we have the microphone stands with the mics, wireless microphones, turbo sound, and the subwoofer, which is an 18 inch one. As you can see, this one, if you come here, this one is 2,500 watts. It has a very good quality and very high sound system. So if you're looking to go for a wedding or a conference or any big sort of party, then this would be like the best option for you. As you can see here, this one is the 18 inch subwoofer. It's very powerful. It's about 3,500 watts. And usually most of our customers who like to make big weddings, especially Emirati big weddings, they would be looking for these types of equipment. As you can see here, we have different types of lights with different colors. Also, you can adjust them to change the colors. These are the only ones we have on display now, but in our warehouse, we have bigger lights and more professional for like staging equipment. As you can see there, we have different types of speakers. This one is called the Warfidel, which is a British brand. And this is only 400 watts. And if you want a peak level, it's 800 watts. So this actually can accommodate big parties or big weddings or conferences. And as we go here, we also have the fog machine. This is something very basic and small, but we do use a wireless mic and we can give it a bit of smoke for the party. Thank you.
طلعنا من التقرير مع أريان والحين بنكمل مع بهداد. بهداد قل لي شنو فضل دولة الإمارات عليك كونك مواطن إماراتي؟ الحمد لله الدولة ما قصرت ويانا في كل النواحي، من الرخصة والدعم المعنوي وكل شيء كان وايد بسيط حقنا. خلصنا كل الأمور القانونية أقل من أسبوع، وأشجعهم جميع الناس يبدأون بمشاريع في الإمارات. يعني على ذكر أنك تشجع، يعني كونك أنت شاب ما شاء الله عليك، يعني عمر صغير وتوك متخرج من الجامعة وفكرت أنك تفتح مشروع، شنو الرسالة اللي حاب يعني توجهها للشباب الإمارات اللي مثل سنك؟ أشجعهم يفتحون مشروع في أسرع وقت قبل ما يشتغلون، حتى لو يكون مشروع صغير بس يفتحون شيء بسيط وإن شاء الله بجهد يكبر. أوكي تمام. أوكي ممكن تحدثنا عن الموقع اللي عندك، موقع شركتك وين؟ في دبي حاليا. أوكي، في دبي. شو إذا أحد يبي يتواصل معك إنستغرام؟ نعم من إنستغرام، من حسابنا الإنستغرام هو ساند بوكس دبي. أوكي تمام. فيقدرون يتواصلون ويانا من إنستغرام، عندنا كل التفاصيل، أرقامنا وكل شيء موجود في الإنستغرام. أوكي، عندك أحد تبي تشكره، رسالة شكر تبي توجهها لأي شخص؟ أريد أشكر شيوخنا اللي ما قصروا ويانا في كل شيء، وأهلي وجميع الناس اللي وقفوا وياي. أوكي تمام، نشكرك لوجودك معنا وحضورك واستضافتك. شكرا، إن شاء الله نشوفك مرة ثانية. وبهذا نكون أنهينا حلقة اليوم من رواد النجاح، ونشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة.